بالرغم من التغيرات البيئية والديمغرافية التي تطرأ على المكان، إلا أن تاريخ بلدة سباستيا الذي يعود إلى العصر البرونزي ما يزال شاهداً على آثار مدينة رومانية بكامل مرافقها التي تزهو بالأعمدة والكتل الحجرية الضخمة المنقوشة بأشكال هندسية مدهشة، إضافة إلى كنيسة بيزنطية ومدرج روماني، وجميعها تروي تاريخاً ما يزال ينبض بالحياة إلى يومنا هذا. هنا سجن القديس يوحنا المعمدان وقبره، وقد بني عليهما جامع صلاح الدين الأيوبي أو ما يعرف باسم مقام النبي يحيى، الذي أقيم إلى جانب كاتدرائية بيزنطية بنيت في القرن الرابع الميلادي. أهمية سباستيا تكمن بأنه يعود تاريخ السكن فيها للعصر البرونز المبكر 3200 قبل الميلاد، واستمر التواصل الحضاري في سباستيا خاصة في فترة العصر الحديدي الثاني، كانت مركز لمنطقة الشمال وعاصمة لمنطقة الشمال، وتستمر الحضارة فيها والتواصل الحضاري إلى الفترة الأشورية والبابلية ثم الفارسية ثم اليونانية والرومانية والبيزنطية في الفترة والإسلامية لاحقاً. في الفترة الرومانية كانت سباستيا مركز كولوني برتبة كولوني، أي أنها مدينة تصدر العملة الخاصة بها، وأهميتها بالنسبة للديانات أو السياحة الدينية هي وجود قبر يوحنا المعمدان حسب التقاليد المسيحية، بأنه تم دفنه في سباستيا. وهناك آثار أيضا تعود للفترة الهيلينستية، هناك البرج الهيلينستي والمدرج الروماني، منطقة الفورم والبازيليكا، كنيسة يوحنا المعمدان في منطقة الأكروبوليس التي تم ترميمها مرة أخرى في الفترة الصليبية. الوجود المسيحي في سباستيا يثير أسئلة أكثر من الأجوبة، خصوصا في منطقة ما يزال الإرث المسيحي فيها قائما بالرغم من محاولات التغيير الديموغرافية التي استمرت على مر السنين. فما تبقى من المسيحيين عائلة مسيحية واحدة مكونة من أب وأم وثلاثة أطفال، فصلتهم ظروف الحياة عن أقربائهم ليعيشوا وسط ما يزيد عن 3000 من أشقائهم المسلمين. أنا مولود في قرية سباستيا، وأبوي من مواليد البلد، وكان لنا بيت قديم موجود قدامنا. أصبحت وحيد في البلد، يعني من ناحية القرايب ما فيش، أما علاقتي الشخصية مع البلد كثير ممتازة. أما بالنسبة لإشرافي على الكنيسة، تعرضت أكثر من مرة لخلع الباب ووضع قطع معدنية أو خشبية في داخل الكفل على أساس أتغلب في فتحه. في اختلاف طبعا كتير من حياة اللي عايشتها في الزبابدي اللي انتقلت للحياة اللي في سباستيا. طبعا أنا لحالي، العيلة المسيحية لحالي، نحن منفكر يعني نروح على الزبابدي لأنه مش إلي، لأولادي. لأولادي بدي إياهم يتربوا تربية مسيحية ويعيشوا مع ناس مسيحيين، يعني هون ما في عندهم كمان علاقات اجتماعية، يعني هم كتير كتير بحسوا إنهم عايشين حياة غير شكل. هذا الوجود الضئيل جدا في طريقه نحو الاندثار شئنا أم أبينا، فصعوبات الحياة ربما تجعل سامي وأفراد عائلته مضطرين إلى ترك ما ظنوه يوما سببا للتمسك بالمكان والبقاء فيه.